بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقات أشواط الخير والبركة. نتواصل ضمن فعاليات المحلية الأول، نتواصل مع هذه الشعارات المندفعة والمتواجدة والباحثة عن الناموس بانطلاقة رابع تحديات هذا الصباح. شوط الزمول ينطلق من مسافة 5 كيلومترات، رحلتنا المتواصلة مع هذه الشعارات المتبعثرة على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحنية، ميدان التحدي. نتابع المنافسة ونتابع هذا التحدي والإبداع من هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة. نتابع مباشرة مقدمة هذا الشوط مغير، حمد بن ناصر بن حمد العوامي يتواجد هنا مندفعا مع البداية وفي صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني انتقل مباشرة بتواجد مقدام لمحمد بن ناصر بن سالم المكسور، هنا ينطلق في هذا التحدي ومسار هذا الشوط، تسلل مباشرة إلى المركز الأول، بينما المركز الثالث أتابع انطلاقة سرايفو لراشد بن عبد الغادر البلوشي، هنا يتواجد في هذا الانطلاق وبهذا التحدي. المركز الرابع مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل، نتابع انطلاقة الترس لمحمد بن جبر بن عبد الله المخضب الهاجري، ينطلق ومتواجدا في هذا التحدي، مقدما لنا عطاءات الترس المتواجد مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع انطلاقة واندفاعة عفرين لسالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري، هو القادم في المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة في هذا التحدي وبمسار هذا الشوط. بأول نداء تمتع على مسامكم بالوفاء والتمام للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء والإذاعة. نعود مباشرة مع البداية ومع شعارك المكسور المتصدر والمتزعم لهذه الأعداد المشاركة والمتواجدة في هذا الشوط. هناك مقدام في مقدمة هذا الشوط يقدمه لنا محمد بن ناصر بن سالم المكسور، ينطلق في هذا التحدي وبمسار هذا الشوط الحافل بالإنجازات والتحديات. هذا الشعار الذي قدم لنا الكثير من الأسماء المتميزة. نتابع المركز الثاني العوامي ثانيا بشعاره، يتقدم حمد بن ناصر بن حمد العوامي مقدم لنا مغير المتواجد في هذه المنافسة والمتواجد في هذا التحدي. سرايفو على المركز الثالث ينطلق في هذا التحدي متواجدا في هذه المنافسة. راشد بن عبد القادر البلوشي أحد المتميزين، أحد المنافسين على ناموس هذا الشوط، مندفع مع البداية ومنطلق في المركز الثالث. انتقل مباشرة مع صاحب المركز الرابع يتواجد عفرين سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري، مشاركا في هذا التحدي متواجدا في هذه المنافسة. المركز الخامس هنا يتواجد الترس محمد بن جبر بن عبد الله المخضبه الهاجري، ايضا يتواجد في شعاره المميز هنا مشاركا في تحديات ومسار هذا الشوط على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدي الكرام مستمعين الافاضل للخمس المراكز الاولى للمرة الثانية. اتممت على مسامكم بالوفاء والتمام. هنالك أسماء خلف دائرة النداء لم يحن موعد وصولها، تترقب اللحظات الأخيرة لكي تصل إلى دائرة الصراع والنزاع من أجل الانتصار في هذا التحدي وبهذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات اللجنة العربية الأصيلة. نتابع هذه المنافسة بأول المحليات على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع المنافسة. نعود مباشرة مع البداية ومع مقدمة هذا الشوط. هناك مقدام والمكسور ما زال في المقدمة
المقدمة ما زال يتصدر هذه الأعداد المشاركة والمتواجدة في هذه المنافسة. محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور هنا ينطلق ويسيطر ويحافظ على المركز الأول باندفاعة مقدام على المقدمة، بينما العوامي في الملازمة هنا ويواصل مسيرة الضغط على المقدمة لكي ينتزع المركز الأول من مقدام. مغير حمد بن ناصر بن حمد العوامي هنا متواجد في هذه المنافسة منطلق في هذا التحدي، بينما سريف على المركز الثالث هنا البلوشي غادم ومتواجد في هذا التحدي، يتواجد راشد بن عبد القادر البلوشي مشاركا متواجدا ومتحديا مع سريف على المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد عفرين سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري هو من يحتل المركز الرابع، وخامسا الشعارات بدأت تغترب، واحد النجوم الساطعة في هذا الصباح يتواجد هنا صخر حمد بن محمد بن سالم بن جهويل هنا بأول نداء مباشرة يصل صخر إلى المركز الخامس. هذه نتيجة، هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة في مسار هذا الشوط والمنطلقة والمتنافسة في هذا التحدي، ولكن البداية مع مقدام المكسور ما زال في مقدمة هذا الشوط يسيطر ويحافظ على المركز الأول. ينطلق في هذا التحدي محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، ولكن العوامي هنا بدأ يتحرك مع مغير، غير إلى التحدي وغير إلى صدارة هذا الشوط. ينطلق حمد بن ناصر بن حمد العوامي المري مع مغير الذي غير وانتزع المقدمة مباشرة. مقدام على المركز الثاني مع الكيلومتر الأخير والخطير محمد بن ناصر بن سالم المكسور، وثالثا الشعارات بدأت تقترب هنا في هذه المنافسة. وصل غازي علي بن سعيد بن علي البريس المري بدأ يغزو المقدمة في هذه المنافسة، ولكن تحرك هناك العوامي، تحرك وانطلق في هذا الأداء المتميز، وغازي هنا يقترب من المنافسة ومن التحدي بشعار البريس بأول نداء مباشرة يصل إلى المركز الثاني، ولكن مغير مع العوامي هنا ينطلق في هذا التحدي وبهذا الأداء المتميز. حمد بن ناصر بن حمد العوامي مري ينطلق في هذا التحدي وبمسار هذا الشوط مع الخمسمائة متر الأخيرة الذي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط بهذا العرض المتميز والأداء الجميل. هنا ينطلق مغير، غير إلى التحدي وغير إلى المركز الأول واحتل صدارة هذا الشوط وانتزع الناموس في هذا الأداء المتميز وانفرد في مقدمة هذا الشوط. تهانينا من هذه اللحظات إلى حمد بن ناصر بن حمد العوامي المري على فوز مغير وتحقيق الإنجاز في هذا الأداء المتميز والأداء الجميل. تهنئة من مخرجنا علي بن محمد بوشارب على هذا الانتصار إلى حمد بن ناصر العوامي على هذا الانتصار. تهانينا وألف مبروك على فوز مغير، تهانينا والناموس لحمد بن ناصر العوامي على فوز مغير بناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل في المركز الثاني الريان محمد بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت، المركز الثالث غازي علي بن سعيد بن علي البريس المري، المركز الرابع وصل عفرين سالم بن صالح بن سالم بن بريكان المري، المركز الخامس وصل ضبيان راشد بن مشعل بن فهد بن عفيشة الشهواني. هكذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل تابعنا المنافسة والتحدي، فكان العوامي حاضرا متوجا بناموس هذا الشوط مع مغير، من غير في الكيلومتر الأخير وحقق ناموس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار والتحدي المتميز والانفراد الجميلة مع هذا الأداء الذي قدمه لنا مغير في الأمتار الأخيرة محقق الناموس هذا الشوط. 8:03:30 من الثانية، تهانينا والناموس لحمد بن ناصر بن حمد العوامي المري على فوز مغير بناموس هذا الشوط. المركز الثاني جاء في المركز الثاني الريان، المركز الثاني محمد بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت مع الريان هو من حصل على المركز الثاني، تواجد في هذا التحدي بتوقيت زمني وغدره 8:09:59 من الثانية. تهانينا والناموس للسيد محمد بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت على فوز الريان في المركز الثاني. المركز الثالث غازي 8:10:75 من الثانية. تهانينا والناموس
للسيد علي بن سعيد بن علي البرس المري، تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.